منذ ان اخذ الصراع بين واشنطن وطهران في العراق بعدا اكبر من التصريحات والتهديدات ترى بين الحين والاخر مقرا للميليشيات يحال اكواما او قاعده امريكيه تتعرض لقصف بصواريخ الكاتيوشا ليست حربا مباشره لكنها حرب وكاله والادوات في الاراضي العراقيه انفجار انفجارات هائلة هزت بغداد ورأى سكانها نارا كبيرا واعمدة دخان تتصاعد من معسكر الصقر التابع لميليشيا الحشد في منطقة الدورة ببغداد. سارعت الحكومة الحالية إلى الخروج برواية تشابه نظيرتها الإيرانية عندما تحدث حوادث مشابهة فينسب الأمر لتماس كهربائي أو أخطاء فنية. ليعزو المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين لا سيما أن الانفجار كان في كدس للعتاد وعن منظر النيران الموحي بالقصف قال الخفاجي انه كان مؤثرا على المدنيين لكن ميليشيا الحشد اصرت على روايه القصف بالرغم من البيان الحكومي لمارب عده بيد ان اللافت في الامر ان المقر ذاته كان قد تعرض لقصف مماثل في اب من العام الماضي والاعتراف بالقصف سيضع الحكومه في حرج ويساعد الميليشيات على تسويق مشروعها على انها في مواجهه محضه مع الولايات المتحده ضمن ما يروج له بمحور الممانعه سبق لواشنطن ان تحدثت عن خطوره الوضع الحالي في العراق عندما اكدت وزاره الخارجيه الامريكيه ان على الكاظم القضاء على الميليشيات المسلحه المدعومه من ايران، مشيره الى ان واشنطن تواصل التشاور مع الحكومه في العراق حول الوجود العسكري الطويل، فيما اكدت انها ستعمل على دعم حكومه متحرره من التدخل الايراني. ذاك التدخل الذي ارجعه المبعوث الامريكي الخاص لايران براين هوك الى سعي طهران للسيطره على العراق عبر اشعال الصراعات وضمان حاله عدم الاستقرار، كل الاقوال والافعال تاتي من خارج الحدود، ولا صوت يسمع للعراق سوى في بقعه وسط العاصمه ساحه التحرير.